مرة لقاء مع مبارك الأستاذ عبد، والله شهادة أسأل عليها أمام الله إن اللي هقوله لك ده حصل وشهوده أحياء، في لقاء مبارك بالمثقفين 98، ودي كانت المرة الوحيدة اللي أنا أدعى عليها مع مجموعة من الشباب، وبعد اللقاء ده لغوا اللقاء وبقوا بيجيبوا، احنا كلنا رحنا مرة واحدة، كل واحد فينا راح مرة واحدة، وبقوا بيجيبوا مجموعة محدودة أو بتاع. فطلع الكلام ده سنة 98، كانت الصين لسه لم تكتمل قوتها وأسطورتها اللي حصلت بالتحديد في العشر سنين اللي هم الألفينية دي، أول العشر سنين. فطلع الأستاذ عبد العال الباقوري يقول لمبارك إنه يا فندم إحنا لازم نبقى عندنا تفكير استراتيجي ونبص لقدام ونعتمد على مصادر أخرى زي الصين مثلا، وبدأ يشرح، لسه هيشرح لمبارك أهمية إن إحنا نفتح علاقاتنا مع الصين و و و مبارك قطعه برد، أنا بسبب يمكن بطلت صحافة بسبب الجملة دي مثلا، قال له صين؟ صين مين يا أبو صين؟ بالأداء الحركي ده، تمام؟ مع بعض الـ يعني الـ الحواشي يعني لا الحواشي المتعلقة الحركية بحركة بعض الأصابع المعينة، تمام؟ وتوجهها والزاوية القائمة أو المائلة ليها، حالة ذهول في المكان. وعبد العال الباقوري يعني ما قدرش يرد. انا بسال نفسي كل، ولذلك انا ليه الناس يقول لك ليه كنت بتعارض مبارك بالشراسه دي، وانت دي جريمه، جريمه، لانه مبارك لو كان سمع الراجل ده 98 عايز اقول لك بعدها بسنتين اتفاقيه تعاون استراتيجي بين اسرائيل والصين في السلاح والطب وال وال وال، كنا اولى بيها احنا دي. احنا كنا اولى بيها، بس ليه؟ لان الحاكم جواه خانع، الحاكم جواه مدرك انه ما ينفعش يبقى مستقل، تمام؟ مدرك ان هو امريكا، مدرك ان هو امريكا، 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 شرب الحكايه دي. دي الفكره، انه لو الحاكم ده، ولذلك الحاكم ممكن يغير كتير، مش بس في المجتمعات اللي زينا الرئيس، لا حتى في المجتمعات المتقدمه. شوف واحد زي ديفيد كاميرون عمل ايه في بريطانيا ومجتمع مؤسسات، وقارن باللي عمله توني بلير، يعني فكرة الكاريزما الشخص، أوباما وبوش وغيره. فإنه إذا مرسي حتى في سياسته الخارجية ما أدركش. أنا ممكن أعذر فكرة إنه هو إنه زيارته الخارجية الأولى تبقى السعودية، يعني هي مش مفهومة قوي، احنا كنا يعني نحب إنها تكون أثيوبيا. أنا ممكن أتفهم بس يعني ده، بس ماشي. بس المهم إنه يعني إنه عشان الظروف، يعني في كلام كتير ممكن يتقال أثيوبيا كده.